السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع حلو قوي اسمه 4M بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، بحيث ان انت ممكن عندك منطقة معينة تبدأ ان انت تعمل لها الدراسة بتاعتها وتبدأ تشوف الشبكات اللي موجود فيها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ويبدأ يعمل لك الدراسات بتاعت كل جزء زي ما انت عايز، حاجات سيفل انجينيرينج او كونتراكتور. تمام، ممكن تبدأ تجرب الموضوع كله مجاني. فأول حاجة هتحدد اللوكيشن، يوتيليتي اونر، اعمل لك اناليتك كل حاجة، تقدر بعد كده تصدرها للاوتوكاد. وهنا الانساين، وبعد كده تبدأ كأنك ماشي موجود في المكان وشايف كل التفاصيل اللي موجودة. طيب خلينا نبدأ. أول حاجة ممكن تعملها تقول له create new project، وبعد كده تختار المكان اللي انت عايزه. بيقولك بقى اختار مثلا فلوريدا، تكساس، كاليفورنيا، أو ممكن منطقة تانية خالص، مفيش أي مشكلة خالص، في أي دولة انت عايزها. وبعد كده تحدد بقى من خلال البرجر مثلا المكان اللي انت عايز تدرسه، طبعا اللي في المشروع بتاعك. ولو عندك اي ملفات تقدر ان انت ترفعها. تمام، يعني ممكن ترفع ملفات خاصة بالكي ام ال او كي ام زد او سي اتش بي او حتى جيسون. ولما تخلص الشكل بتاعك هتشوف اخر نقطة، او تضغط رايت كليك بحيث ان هو يعرف ان انت عايز تدرس الجزء دوت، وبعد كده تقول له نيكست. هتبدأ تشوف بقى الاسم للمشروع بتاعك، بعد كده يبدأ هو بقى يجيب لك اليوتيليتي ماب ويبدأ يعمل لك الدراسة بتاعتها بالشكل ده. وتقدر تعدل طبعا الحدود بتاعتك، ويبدأ يجيب لك بقى البروجكت سايز، الاونر، يبدأ يعمل لك اناليتيك للمشروع كله. تمام، بيقول لك لازم اعمل اشتري الحاجة دي على اساس ان هو يبدأ يجيب لي الداتا بتاعتها. خلينا نشوف مشروع كنا بدأنا فيه. بيقول لي ابعت بقى اضيف ناس معاك في المشروع او في الشركة. تمام، ابعت لهم دعوة عشان يبدأوا يشوفوا المشروع. تمام، دي الداتا اهيت. هو بيقول لو انت عايز تعزم حد ابدأ اعمل له دعوة من هنا. ادي اليوتيلتيز كلها ظهرت معانا، تقدر تعمل لها داونلود بحيث ان انت تكمل شغل عليها سواء كاد او بي دي اف. طيب خلينا نعمل سيلكت على اي جزء كده، هيبدأ يقول لك ده الباور وده كهربا. تبدأ بقى تقول له طب انا عايز اعرف ايه دوت، ده درين سويج. ويبدأ يقول لي بقى الطول بتاعه قد ايه، اليوتيليتي اي دي قد ايه. ده الووتر، اللينس قد ايه، القطر بتاعه قد ايه، كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها هتلاقيها موجودة. تمام، ودي اناليسيز للالكتريكال اللي موجودة، كل اليوتيليتيز موجودة هي، تقدر ان انت تعمل دراسة منها. ده الاناليتيك، ودي اللايرز، تقدر تظهر وتخفي الليارات زي ما انت عايز. وتقدر بقى تيجي هنا تخفي الالكتريكال مثلا، تظهر الحاجات وتقدر تخفيها، الانرجي. ده ستريت فيو، بحيث مثلا في اي نقطة موجودة تقدر انت كأنك موجود في قلب المكان ده وتتمشى فيه، فتقدر تشوف من جميع النواحي. بالشكل دوت، فتقدر ان انت تلف. وده اسم الشارع، تقدر تشوف كل حاجة
وتقدر تقيس زي ما انت عايز. وهنا تقدر انت اي نقطة تختارها كأنك موجود في المكان دوت. فالموقع ده مهم جدا للناس اللي بتشغل شبكات. ممكن تلاقي مش كل المدن لسه موجودة، لكن مع الوقت هيضيفوا كل المدن ان شاء الله.